نصلوا هما قاعدين يعسوا في المواطنين، يعسوا في املاك المواطنين. الامن الوطني تاعنا شوف، احنا نصلوا هما راهم واقفين، الله يكثر خيرهم، الله يبارك فيهم. صار لنا سنة هون في سعيدة والحمد لله، يعني أمن على الآخر، ما نشعر هون ما في فرق بين مواطن جزائري أو مواطن سوري، الحمد لله، يعني أخوة، يعني شعب واحد في بلدين. أمن ولاية سعيدة أعدت مخطط أمني بهذه المناسبة، يتضمن في أهم محاوره تأمين تنقلات المواطنين وكذلك السهر على تأمين سلامتهم، خاصة على مستوى أماكن العبادة، المساجد، وكذلك على مستوى الساحات العمومية والحدائق.